جميلة دارنا اللي مع النجمات تهتالي ما بها حيلة وما بها حيلة دارنا ونتابع الاندفاع مع الهنوف لعبد الله بن راشد بن خليفة ابو عبود الكبيسي وشوف القادمة على مستوى المركز الثالث والواصلة في هذه اللحظات وصولها خطير بيلسان محمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخي تصل الان تغير للصدارة للبداية بيلسان اول الاشواط الرئيسية مع شعار ابو حمد محمد بن حمد بن بخيت مع المركز الاول مع بيلسان مع بيلسان من تستفتح باكورة أشواط هذا الصباح سلام يا بيلسان سلام سلام للسيد محمد بن حمد بن محمد بن سعيد بن بخيت من قدم لنا بيلسان من قدم لنا هذه العملاقة في أول الأشواط الرئيسية تهانينا والناموس المركز الثاني لكن برهليل مع البداية مع المركز الأول مع نقطة أول الأشواط لكن تحرك تحرك وانطلق مشرف عبد الله بن سعيد بن محمد بن قربان آل جحيش بن هليل ولا بن قربان تحدي الكبار منافسة الأقوياء حتى الرمق الأخير على انتزاع نقطة هذا الشوط الأول الرئيسي السلام مشرف 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 يتشرف بهذا الانتقال الكبير بهذا العرض الممتاز يبدو لي يبدو انه من سلالة مشرف المملوك لمحمية انتاج ام الزبور ولكن شاهين شاهين بن هليل غير عند اخر الامتار ليقلب الطاولة على الجميع تهانينا والناموس لمالك شاهين بريك بن طالب بن هادي بن هليل على انتزاع ندانا الأول نعود مع الصدارة الحراثية يا الجرباعي مع المركز الأول يلا يا راعي الحراثية الخطورة الخطورة من بنندالة بنندالة مع نوايا نوايا بنندالة الحراثية مع الجرباعي بينما هنا عوايد مع حمد بن عبد الله بن سعد البحيح يلا اشتد التنافس اشتد النزاع يا بابا 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 الله 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 الحراثية الحراثية مع المركز الأول عوايد مع المركز الثاني يا سلام يا سلام لكن الحراثية سلام بن جبران سلام سلام جابر بن سالم بن جابر الجربوعي من قدم هنا مقفي سالم بن سالم بن محمد بن علي الحديد المري رابع المراكز من وصلنا سي من وصلنا الفايز محمد بن ناصر بن صالح الغيثاني المري خامس التحديات خامس المراكز هناك هناك مقادر علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية لكن نعود مع المركز الأول مع التغيرات التي تجري نعود مع المركز الأول هناك مع الصدارة هنا الزعيم حمد بن عبد الله بن سعد آل بحيح يلا يا بن سعد يلا الله يا راعي الزعيم يا سلام لك يا مالك الزعيم على انتزاعك وتحقيقك لناموس هذا الشوط لمالك اللحظات الأخيرة أشواط السرعة أشواط الإثارة يا سلام ما يمدينا نعطيكم نداء ثاني لسرعة هذه الأسماء ولسرعة هذه الشعارات شعار المطوع شعار المطوع مع الصدارة مع قرطاسة مع قرطاسة صالح بن علي بن جابر المطوع النابت مع البداية مع المركز الأول يا سلام
اليوم جاءت من حيث لا نعلم لتقلص الفارق مما بينها وما بين خط النهاية لتكون هي العلامة الفارقة بشعار المطوع بشعار بركان صالح بن علي بن جابر المطوع المري مع قرطاسه مع قرطاسه. لحق على التوقيت يا اخوي، لحق على التوقيت الزمني للحظات وصول قرطاسه وانتزاعها للمركز الاول. تهانينا والناموس لبركان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز يلتهم الصدارة مع انطلاقة بحر جابر بن سالم بن جبران بن جبران الحاضر والمتواجد في هذا الصباح. يتقدم مع بحر، يتقدم مع بحر، يبحر بالمركز الأول، يبحر بالصدارة. لكن دير بالك، دير بالك، أشوف شيء، أشوف أسماء تتحرك. الله يا سلام، المركز الثاني شعر الجهني قادم، وأيضا يا سلام شوف الواصل، الواصل أيضا والقادم مع المركز الثالث من الجانب الأيمن. تقدم خطير ومثير، طشار، طشار سالم بن حمد بن سعد النابت المري. يا سلام يا سلام، سلالة طشار أم الزبار ولا سلالة بحر؟ بحر 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 مع المركز الأول مع الصدارة. شقيق فلج يا إخواني، هذا شقيق فلج المملوك لهجن الشحارية. يغير مجريات الامور، من يقدم لنا الشهينية مع المركز الاول؟ يا سلام، بينما المركز الثاني حملة رقم 9. يا سلام يا سلام يا سلام، الله، هنا الصبية حمد بن طالب بن راشد بن علي بن مسعود بن مسعود يغير مجريات الامور. يا سلام، تفز وتروع، لاحترق فوق هالركاب من صوت ليليات تجفل وترتاعي، اذا حركت تبعد وتصعب على الطلاب، تشك مواطيها ما هي تلمس القاعي. يا سلام، الله الله الله، تهانينا والناموس لمالك الضبية حمد بن طالب بن راشد بن علي بن مسعود. وتابع تابع اهالي الاجملية يغيرون الى البداية، والعصاف الابطان، العصاف الابطان يا السلام، وانطلاقته ايضا مميزة. سحاب سحاب يسحب بساط السيطرة من تحت اخفي وضاح، غير مع البداية. مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري مع سحاب مع المركز الاول. المركز الثاني شوف القادم، شوف القادم، هذا ايضا اول مرة نذيعه. الواصل والمتحرك سياف بشعار سيد بداح بن حمد بن مبارك آل تواه الهاجري، غير سياف، غير شعار بن تواه إلى المركز الأول إلى الصدارة لينتزع نقطة هذا الشوط وليسلم على أهالي منطقة بني هاجر. يا سلام سلام، منطقة بني هاجر سلام، وسلام لمالك سياف على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني مع الصدارة. يا سلام، هنا الفائزة ما زالت مع الصدارة، ما زالت مع المركز الأول منذ الانطلاقة. الفائزة صالح بن علي بن جابر مطوع المري يقدم لنا الفائزة ثاني المراكز. الله الله، تحذير مع المالكي مع أحمد بن حسين بن يحيى المالكي الجهني خامس المراكز الداير، لكن عاد مع المركز الأول الفائز 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 صالح بن علي بن صالح بن علي بن جابر مطوع المري شعار قرطاسه، من حققت الناموس في هذا الصباح المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك الفائز صالح بن علي بن جابر مطوع المري ثاني المراكز.
نوف واسمها من ثلاث حروف، جابر بن سالم بن جبران شعري بحر، قدم بحر في هذا الصباح وهو يقدم نوف، ولكن سمحة تعود من جديد بعز من حديد، لي أيضا لتستعيد حقوقها المرهوبة مع البداية مع الصدارة سمحة بشعار سيد يوسف بن يعقوب بن يوسف آل سرور مع الصدارة مع البداية. يقدمها بن فهد يتابعها من الجانب الأيمن، يتابع البطلة، يتابع هذه العملاقة سمحة الله دروبك يا سمحة. شوف الفارق ما شاء الله وتبارك الرحمن، تنتزع شوط الختام، ختامها مسك بن فهد مع انطلاقة سمحة. تهانينا والناموس لمالك سمحة يوسف بن يعقوب بن يوسف آل سرور على انتزاعها للمركز الأول للمركز الثاني. تابها حيلة دارنا اللي معنا.